أهل الجنة يزوروا بعضهم ويعرفوا بعضهم بالأسماء ويقولوا تشفى في الجنة وش كنا في الدنيا وقرينا مع بعضنا وخدمنا مع بعضنا وكنا من أسرة واحدة وكنا نصلي في الجامع وراك تشفى رمضان تاع عام كورونا وراك تشفى كذا ويهضروا على الدنيا كما رانا نهضروا دروك. لأنه كان بعض المساكين يظن بلي يتحول إلى كائن آخر، صح جسمك يتغير ما تحتاج إلى تبول إلى غائط حشاكم، ما تحتاج يعني إلى أشياء التي يحتاجها الإنسان، ما تمرضش ما تكبرش. أهل الجنة لا يموتون لا يمتخطون لا يشيبون لا يهرمون لا يمرضون لا ينامون. الرقاد ما كاش في الجنة نتعبوا، لا لا ما تحرش. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. كان القيلولة لا سياس تتكى شوية هكذا، لماذا قال لك ما كاش النوم في الجنة؟ قال لك حتى لا يفوتك تفوتك لحظة من النعيم. شفت الجنة على غالية ولا ما علمش؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.